اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة الراقصة والممثلة نجمة خمسة موا فيفي عبدو. فيفي عبدو اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح عبدو، فنانة راقصة ممثلة مصرية مشهورة، تعد من ألمع النجمات في عالم الرقص الشرقي ونجمة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية. ولدت فيفي عبدو في 26 من نيسان إبريل من عام 1953 في مدينة المنوفية في جمهورية مصر العربية. والدها كان ضابطاً ورفض دخولها مجال الفن والرقص. أحبت نجمتنا التمثيل والرقص، لكن طموحاتها وموهبتها اصطدمت بمعارضة عائلتها لعملها في هذا المجال، فهربت مع خالها من منزلها، وذلك لكي تواصل حلمها. عملت في بداية حياتها الفنية كراقصة فنون شعبية في فرقة عاكف، ثم احترفت مجال الرقص الشرقي. بعد ذلك قررت فيفي عبدو دخول عالم التمثيل، فظهرت للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم الرسالة، حيث أدت دور الراقصة، كان ذلك في العام 1976، لتتوالى بعد ذلك أعمالها على صعيد المسرح والسينما والدراما المصرية. تميزت فيفي عبدو بقدرتها على أداء عدد كبير من الأعمال الدرامية، فبرزت في دور الأم، كما نجحت في أداء الأدوار الشريرة وأدوار الخير. تتميز هذه النجمة بروحها المرحة وحبها لعملها وإيمانها به، ويعد وجودها في كواليس أي عمل درامي مصدرا من مصادر السعادة لدى زملائها في العمل. تألقت فيفي عبدو في أداء عدد كبير من الأدوار، من أبرزها الأدوار التي لعبتها في أفلام زنقة الستات، امرأة وخمسة رجال، وامرأة واحدة لا تكفي. نالت فيفي عبدو خلال مسيرتها عددا كبيرا من الجوائز، بالإضافة إلى ذلك فلقد تم تكريمها من قبل نادي الطيران في مصر، حيث تم اختيارها أما مثالية لعام 2014. تزوجت فيفي عبدو عدة مرات، آخرها من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي، وأنجبت منه ابنتها هنادي، ولها ابنة أخرى من زواج سابق تدعى عز مجاهد. حتى الآن لا تزال فيفي عبدو تواصل رحلتها في عالم الدراما المصرية والعربية، وترفدها بعدد كبير من الأعمال الرائعة، لتنقش بذلك اسمها بحروف من ذهب كواحدة من ألمع الفنانات اللواتي أنجبتهن الدراما المصرية. أبرز أعمالها شباب امرأة، اخطف وجري، حزمني يا اشطة وعسل، الدلع يا دوسة، شهر عسل بصل، حارة العوالم، أزهار، سوق الخضار، ينا ينتي، ومسلسل كيد النساء. كانت هذه رحلتنا مع نبذة عن حياة الفنانة فيفي عبدو، قدمناها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم بهذه النجمة والعمل الفني الذي تحبون متابعته لها. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تسجيل الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا واحد من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.